هكذا متابعينا مستمعينا الكرام تابعنا اشواط المشتركات وانتقلنا في هذه اللحظات مع الشوط الاول الرئيسي للصعود. اول ظهور اعلامي لهذه الاسماء المشاركه بهذا الشوط اتقدم الى شعير بن مطوع مطوع بسيف في شمال الظهري يقدم لنا الشاهينيه. انتقل مع المركز الثاني وصول من قبل ليالي يا ليالي يا ليالي عبد الله بن احمد بن محروم المحرمي دخلت هملولة. سعيد بن حمد بن يروان النيادي يقدم لنا هملولة. والمركز الثالث هذه الشاهينية احمد بن عيلان بن عبد الله المهيري مع المركز الرابع بهذه اللحظات. هذه النتيجة للمراكز الاولى المتقدمة بهذا الشوط. يا سلام الله 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 بن شمال الظاهري يقدم لنا الشاهينية. مطوع بسيف بن شمال الظاهري بن محروم غادم بن محروم مع المركز الثاني يقدم لنا ليالي يسلب يا ابو العيلان. افتحوا لها الطريق الشاهينية للسيد احمد بن عيلان بن عبد الله المهيري. حرك يا ابو الشوب حرك سلام ميدان ابو سمرة كالمعتاد. نتابع الاشواط الرئيسية نتابع عبر سلام ميدان ابو سمرة المتواجد بهذه الاشواط. يا سلام بن حريم بن مطوع بن عيلان مع الشوط الاول صعوبة. ليالي الشاهينية الشاهينية احمد بن عيلان بن عبد الله المهيري. سلام رمال سلام وسلام يا ابو مبارك عيلان بن عبد الله المهيري. المركز الثاني ليالي للسيد احمد بن عبد الله بن حريم المحرمي. الشاهينية المركز الثالث للسيد سيد بن طوع من شمال الظهري. والمركز الرابع للسيد سعيد بن حمد بن يروان النيادي. عودة بالتوقيت الزمني دقيقتين واثنى عشر دقيقتين 13 ثانية. تسجل معنا شاهدية احمد بن عيلان بن عبد الله المهيري.